على الدار والدير ونبع الفوار والزنات عنا بعيم الليل جرار حب الشوق ما عاد لي بالغربة قعود شو مشتاق يروين بريق الفخار شباب ديرتنا يا كفر اللوز والمختار نلقاه بأيام العوز كل ما نعطش عالنبعه نشرب بالكوز بحلى أيامك يا ست وسيد الختيار احلم روج هالخضرة وزهر الربوان والزيتون والقاد بظل الفيان والرعيان بالمرعى ترعى العنزان بين جبال ديرتنا نصيد الشنار خلصني اذا في دكتين غير دكانت ابو الفوز شو؟ دكاني؟ سمعتك قلت شنو؟ قلت دكانت ابو الفوز شو؟ دكانت ابو الفوز شرف معي وانا شرف بدي اورجيك دكاني زق زق بس لقدام شوي دكان ها بس زق زق انت دكاني شو؟ شو مثل لك؟ هان انتصب كما الولد في الصفي انظر اقرا سوبر ماركت ابو الفوز لا 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 كلمه كلمه بل حرفا حرفا الكلمه الاولى اس او او اب ار ام او اك اك ماذا تطلع سوبر ماركت عافاك يا شاطر الكلمه الاخرى الف با واو الف وز ماذا تطلع ابو الفوز اجمعهم سوبر ماركت ابو الفوز سوبر ماركت ابو الفوز وعملت هذه الشانه شليت أملي قدامي أبو الفوز للسمن والجوز هكذا يحب أن يناديه أهل القرية حلمه الوحيد أن يصبح دكانه سوبر ماركت للسمن والجوز والأشياء الأخرى وشو ما بدك فيه شو ما بدك فيه وشو ما بدك فيه شو ما بدك فيه اطلع أبو عطا كبير عائلة الذكر رجل عصبي المزاج وهو أحد أطراف الصراع في القرية يحلم دائما أن يكون رئيس المجلس القروي لقرية كفر اللوز ولكنه دائما ما يستيقظ على واقع مزعج يابا ولا شي يقطع زريع تهلج ويطعم التشل العدو ايش الواحد بصحيح خليه
سماح ابنته الوحيدة صدق فيها القول أنها بألف رجل لقوة شخصيتها. لازم تفحصح هسا بدهم يفتحوا مركز الشرطة اللي ببلدنا. شو شكلك نسيت؟ لا منسيت هسا بكون شوي بكون شو قولي أخرى شوي؟ بدك أبو ناصر وأبو العبد يسبكوك؟ مش حلو بحكك هاي يابا؟ براو عليك بنت أبوش عن جد. تعرفي أنا دائما بقول إنه الله قطعني من الخلف من الأولاد، بس بصراحة الله عوضنا فيك. ولك شو هم؟ شرطي انت شرطي؟ ولك شو مالك يا سيدي؟ مالك بتصيح؟ ولك الأسود من فوق والأخضر من تحت مش العكس يا زلمة. شو دخلني أنا؟ ما هو اللي علكوا بعدين ما جميع فئات الشعب بتخربط فيه. ولا الشعب يخربط فيه عادي، أما احنا الشرطة لازم نكون نظاميين ومرتبين. ضبط العلم وانزل وانت وياه وحطه في النظارة عشان يتعلم في المرة القادمة انه الأسود من فوق والأخضر من تحت. أبو ناصر كبير عائلة أبو فجلي هو المنافس اللدود لأبو عطاء، ويسعى هو الآخر إلى رئاسة المجلس القروي. أهلا وسهلا. والله يا عمي شرفتونا يا ميت مرحبا. كفر اللوز نورت فيكم. بس بقول يعني يا ريتكم عملتوها من أول وفتحتونا مركز الشرطة يا حضرة اللواء. مساعد أول يا حاج. يا سيدي انتو الخير والبركة، وان شاء الله بنكون عند حسن ظنكم فينا. ان شاء الله يا رب. بتصدق بالله خمس سنين واحنا نطالب يفتحوا لنا مركز الشرطة، وكل مرة بنقول السنة اللي بعدها وكله على الفاضي، بس الحمد لله هيها صارت يا حضرة النقيب صارت. مساعد اول يا حاج، مساعد اول. ويا سيدي هي صار عندكم مركز شرطة وعقبال عند الدفاع المدني بلا صغرى، ما عرفنيش على حالك. والله من فرحتي فيكم نسيت اعرفك بحالي. انا يا سيدي عمك ابو ناصر، كبير عيلة ابو فجلي ورئيس مجلس قروي كفر اللوز. يا حضرة الله مساعد اول. طرف النزاع الثالث على رئاسة المجلس القروي ولكنه الاكثر هدوءا ابو العبد النسناس، يتمنى الزواج من امرأة ثالثة، ولكن هناك من يقف له بالمرصاد. وداد زوجته الثانية لها حكمها الخاص داخل المنزل، وخطها الأحمر أن لا يكسر أبو العبد قانون وداد. يا أرض احفظي ما عليكي، ما شاء الله. أي ارحمها لهالمراي، ارحمها، ضروري تطبع صورتك عليها طبع كل يوم. يا فتاح يا عليم، وبعدين معك يا بنت الناس، شو بديش تحاسبين على وقفتي على المراي؟ انت ناسي اني انا يعني شخصية ذات اعتبار واهمية في البلد، وبعدين بتجي انا اطلع زي بكية الناس؟ انت ناسي اني انا مرشح عن دار النسناس لرئاسة المجلس؟ ايه الرئيس المجلس قال عمركم ما بتتفوا لا انت ولا ابو عطا ولا ابو ناصر. اسمع اقول لك، أنا صحيح بحب إنك هيك تكون متشيك ولابس وتاخد العقل، بس حسك عينك تطلع هيك ولا هيك؟ أنا رضيت أتجوزك بعد ما ماتت أم العبد الله يرحمها، بس برضاش نزل علي ضرة تحت أي ظرف من الظروف حتى لو بموت. آخ، ضروري تسيني برحمة أم العبد هالكيت، ضروري زي النشيد الوطني تشي اليوم الصبحيات تصدحي فيه. يا بنت الناس والله ماني عارف كيف ابو العبد النسناس على سن رمح كيف بده يحكم بلد وهو مش قادر يحكم في داره. انت اصلا ممنوع تحكم بهاي الدار، لانه هاي الدار ما فيها الا قانون واحد بس. قانون شو؟ قانون وداد. والله سمعت كثير عن قوانين لكن هذا أول مرة بسمع فيه. كديش نمرته في الدستور؟ أنا وداد، أنا بدك تعرف قديش نمرته؟ 50 قد نمرة جاكيتك.
بده يحكم الدار قال هاي اخرتها والله. استنى هسا اللي بدي اياك تعرفه انه احنا بدنا نعمل احتفال لافتتاح مركز الشرطة. ممتاز. وبدنا نعطي الناس شوية نصائح وارشادات حتى يعرفوا انه القانون هو اللي رح يسود البلد. عداك العيب وانا حاضر في اللي بدكم اياه، ما في اي مشكلة، اهل بلدنا جميعهم متعاونين وعلى كيف كيفك. هيك تمام طمنتني، انا كنت لسه بدي اطلع اشوف وين رئيس المجلس وهيك جيتنا برجليك. شو تسأل ما تسأل يا حضرة الضابط، انا رئيس المجلس وما في حدا غيري. عشل حال انا ما بدي اعطلكم، انتو تشملوا تجهيزات المركز وبعدين تفضلوا مروا عندي على الدار، بنشرب فنجان قهوة وبنوكلنا لقمة مع بعض وبعدين بنروح بنشمل تجهيزات الاحتفال. اتكلنا على الله. اتكلنا على الله ونعم بالله يا سيدي. سلام عليكم. الله يبينتو هالزلمة رئيس المجلس، زلمة غانم، وهذا الاشي بريحنا من كثير شغلات. صحيح بس في مشكلة سيادتك. ايش المشكلة؟ نسيت تسأل وين دورنا. ولا ورك هذا رئيس المجلس، يعني اسأل اي حدا بدلك على دوره. فوت كمل شغلك. نشر الغسلات والله انقطع ظهري. الله يقطع ذريعة أهلك إن شاء الله. ضلك ادعي علي، يوم الواحد بدعي له دعوة حلوة. الله يبعث لي وظيفة، الله يرزقني ابني الحلال اللي يهنيني. شو الله يقطع ذريعة أهلي. إلهي أنت جاهي ترزق بنتي فاطمة، بنت بطني، عريس ما في مثله بالبلد. منيح جيفتي يما. لربما سلامة يكون هو ذاك العريس الموعود. خدت الفخرة؟ طب جوزيني يا هنا، مش ناقصني شيء وإن شاء الله. يما انت متأكدة انك دعيتي لي منيح؟ والله يا خوفي تزق دعوتك فيي بسلامة. أوف. قلت لي يا سلامة مش ناقصك اشي؟ ناقصك اهم اشي يا سلامة. شو قصدك ناقصني العكل؟ اصلا انا بوزع عكل على كل اهل شفر النوز، ومنيح دمك ما اتجوز بنتك، بس كيف عشان لحبها؟ عشان لحبها يا سلامه؟ استنى شوي. هيك؟ اوعيك وكلبك بيتلو، يلا من هان. من عن هيك عيشي حممتيني، والله لا اتجوزها غصب عنك. محمود كل ابوك ودي المصاري لمعروف على الدار اليوم، كله سيبك من اساليبك، فاهم له ترى ماشي. ومن لا يعرف معروف حاصل على رقم جينيتس في الاحتيال، معروف عنه كل شيء حتى بات المحتال رقم واحد. اسمع ما تدخلنيش بينك وبين ابوي، روحي في الدار يا زلمة حل عني، يا داخل بين البصلة وكشرتها ما بنوبك الا ريحتها. والله هلي 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 هذا الشبله من ذاك الاسد. لطلع راس الجبل واولع الفانوس، وكان من ايد انكسر وصرت خرج احبار. نجم أفشل مغني عرفه تاريخ الطرب، يسعى للوصول إلى العالمية ولكن كما يقول المصريون دبعده. سلامة ولك أنه اللي بالك هيك؟ ما دريت شو بديني، شتت علي لحالي. شتت عليك وفيش غيوم ها؟ أكثر مرة قلت لك اتمجنن على جميع أهل البلد بس علي ما تتمجننيش. إذا هاي مفخرة حممتني بشرفك، عشان كنت ما تجوزيني بنتك بطلع لها تحممني؟ والله ما بطلع لها، أنا لو إني محلك بكلها شو بتساوي؟ بتروح على مركز الشرطة اللي فتحوا جديد في البلد، بتشتش على أمها لفاطمة، فالشرطة بيسحبوها بتصير تروح وتيجي عندها بتشوفها. يعني بتجوزها؟ بتتجوز أبوها أخرى. طب طيار عند مركز الشرطة. أول رأيها. سهلا مركز الشرطة. طب مين عظمك؟
وما شفت شعرك يا كمار بالفرشاي وبالحاجة. سعيد أبو فجلي ابن أخ أبو ناصر أحد كبار القرية من شباب القرية العقال، ودائما ما يعارض عمه في كل أمر يقوم به، وكأنه كما قيل خرج من بيت المطبلين مزمر، ولا يقصده أبو ناصر إلا في المناسبات المهمة. يا روح الروح من شم هواك عمره ما ينساك. سعيد يا سعيد. ها يا عمي. بدي تكتب لي ورقة عشان ألكيها قدام الناس، لأني بلغت الشرطة إني رئيس المجلس والمختار البلد. إيه؟ وكيف يا عمي أنت بتبلغ الشرطة إنك رئيس المجلس ومختار البلد؟ وندري أبو عطا شو بده يصير؟ بلا أبو عطا بلا بطيخ، هو هاممني من الأساس. الضابط سألني وأنا جاوبته، بعدين الشغلة أجت عفوية هيك وأنا بستاهلها. سعيد ليجون مالكش خاطر اصير رئيس المجلس؟ ها؟ لا يا عمي انت على عيني وعلى راسي. بس ما تبسبسش ما تبسبسش، حضر لي تشلمي وظبط لي اياها، لاني بدي احكيها قدام الناس بصفتي الاعتبارية رئيس المجلس. ولا يهمك يا عمي، بس انا متأكد انه اذا دري ابو عطر راح يعمل لك مشكلة الها اول ما الها اخر. اللي يطلع في ايده يطلع في ايده. يبقى ابو عطا كان. انا ابو ناصر ده هو ابو عطا. فهمي انا بدي اطلع عند رئيس المجلس، تيجي معي ولا تضلك كان بالمركز؟ لا انا بقول احسن اجي معك، خلينا نظل في الصوره، بعدين لسه ما افتتحناش المركز. سيد العميد انا جاي اقدم شكوى سخرت مسخري. يا حبيبي هي اول شكوى بتيجي على المركز، ومن مين؟ من مجنون. اقبض يا حبيبي، بعدين شو من الصبح وانا كلك مش متفاهمين. ولا ايه بهذا الكلام؟ هذا الزلمه مثله مثل غيره، وفي فرق بين الانسان المجنون بافعاله والمجنون بعقله. هذا الكلام يا فهمي اخر مره بسمعه منك، فاهم يا عسكري؟ هاي خالتي مفخره. خلاص يا سلامي، روح هسا وبعدين بشوفك، مش فاضيلك. اذا انت شنطه مش قادرين تحملوا قصتي نحن هيك عيشي لشو فاتحين؟ زلم شو روح؟ زلم لك ساعة بتعطفية محاضرة عن الانتماء والازدراء والعطاء، آخر شي طريت الشعب؟ لا بلا فلفسة. آه يا الله شو بحبني. عمو بالعبيد هلا يا نجم. وتسلم هالشيب وتسلم يا ابو العابد. شيبه والله وهيبه ويا ابو العابد، انت والله اغلى الناس يا كبير دار النسناس، وما حدا بينفع مختار الا عم ابو العابد الكبير. اهلا وسهلا. تسلم يا نجم، والله انك اكبر فنان في حوض شفر اللوز والمتوسط. انا لو منه علي يا عمي مش بس بغني لك الا اغني لك واركص لك وجميع صوتها الحلوه حسابك. عم ابو العابد شايفك مشخص، وين رايح؟ والله نازل عند فريد، بدي اضبط شواربي في هالصالون وبعدين اروح على مركز الشرطه نشوف هالشباب الجداد اللي جايين على البلد. سليفا نعما نعيما سلفا وخير ما بتعمل، لانه يا عمي ابو ناصر شفت لك يا من الصبح بحوم في المنطقه. ابو ناصر ابو فجلي وابو عطا الذكر شفته؟ ابو عطا والله ما شفته. طب اذا شفته بتقول لي، واذا حد سال عني هي انا عند فريد الحلاق. ماشي على الراس وعلى العين تشرب وتسكين من العين. تسلم يا نجم. وتأمر على الراس وعلى العين غيرك والله وما في سنين. تأمر على الراس وعلى العين غيرك والله وما في سنين. دارك يا توفيق، مش عارف ليش فتحوا لنا مركز شرطة في هالبلد، ما احنا عايشين والوضع ماشي تمام التمام، وبقيادة عمي أبو عطا كبير دار الذكر ورئيس مجلس كفر اللوز الامور ماشي تمام التمام. هي هي كون انك خايف من امسه. اسمع، من اليوم صار عليك ركيب وعتيد، لا بتقدر لا تلف لا يمين ولا شمال. بعدين اسمع، مش بس ابو عطا كبير، عندك عمي ابو ناصر كبير البلد
حاميها ورعيها بحكمته وحنكته مشى البلد عالي العال. تعرف يا توفيق راسك مثل طنجرة الفول، لا فهم ولا كل. ها هي هم اجوا لك. العافية يا شباب. اهلا وسهلا، شرفونا احبابنا. اهلا وسهلا بشرطتنا العتيدة. شو تشربوا؟ قهوة، شاي، نسكافيه، كل شيء. شكرا لك، احنا بدنا حدا يدلنا على دار رئيس المجلس. على راسي، هسه بدلك. توفيق، أنا بوديهم على دار رئيس المجلس. توفيق دير بالك على كاوتك، تفضلوا معي. شربوا، تفضل. يخرب بيتك، أدير بالي على كهوتي؟ أكيد هسه أخذهم عند بعض الذكر. بس والله ما بفلت لك إياها. شوي أبوي بيجي. ماشي؟ بدك الأمانة أحسن من هيد زلمة ما فيه. كبير شفر اللوز وكبير عيلة الذكر. إحنا بنحب الشرطة مثل ما بنحبه. هيد هيد. أهلا وسهلا، أهلا وسهلا. تفضلوا يا جماعة، زارتنا البركة. ومين حضرتك؟ شو مين حضرته؟ هذا أبو عطا كبير دار الذكر ورئيس المجلس كمان. هذا كلام مش مزبوط. شو اللي مش مزبوط؟ شو هو اللي مش مزبوط؟ فهمني. وهذا اللي جاك أكيد هسه معروف أخذهم عند أبو عطا الذكر. الله يخرب بيت معروف ويخرب بيت عيلة الذكر. ما هو الحك علي أنا، الحك علي أنا اللي ما دليتهم عضاري من الصبح. أكيد هذول نزلوا يدوروا علي. أكيد أكيد. بس هسه شو بدك تعمل؟ شو بدي أعمل؟ بدنا نلحقهم هالكيت. بلاش المي تجري من تحت جرينا وإحنا معناش خبر. يلا يلا استنى. طب وين وجهها؟ هذا اللي في بالي هو اللي اجاك، معناته هذا ابو ناصر. هذا واحد كذاب وعمره ما كان كبير بلد. عمي انا هذا الحكي ما بهمني. انا اللي بهمني ترسوني عبر. اي والله انكم جننتوني. طب مدام هيك تفضل جوا جوا بتفاهموا بنحكي. انا ما بفوت على دار حدا، انا داري مركز الشرطه، واللي بده ياني يتفضل عندي على المركز، احسن الي والكم. يلا يا عسكري. السلام عليكم. معروف استناني هان عبين ما فوت اغير اواعيه ونلحقهم على المركز. ابى اطولش. ماشي ماشي. هذول دار الذكر راح يضلوا علي عقلوبنا ليوم الدين. انا بقول يا عمي ابو ناصر ما دام الشرطه مش بالمنطقه اكيد صاروا بالمركز. يا سلام عليك يا فهيم، يا سلام عليك. وشو ضراك انهم قاعدين عنده هالكيت بيشرب؟ وعليكم السلام. ابو مهند. نعم. كلي ما شفتش الشرطه وين راحوا؟ لا لا ما شفت. لا حول ولا قوه الا بالله. اكيد ابو عطا هالكيت قاعد بحرضهم علي. سلامه. تعال تعال كلي يا سلامه. بتعرفش الشرطه اللي اجوا عند ابو عطا وين راحوا بعدين؟ يعني بدك احكي لك وين هم؟ اه احكي لي احكي لي يا سلامي. بتجوزني فاطمة؟ إيه بجوزك فاطمة وام فاطمة كمان. انا هيك اي شيء. الشرطة بخدمة الشعب. عليك وعلى بار الذكر تبعونك. الشرطة بخدمة الشعب. استهبل. أنا أبو أهلك. أنا؟ مش أنت يا زلمة، شوال الرز قتلني. بسيطة. أنت والله بحبك من بين كل الناس. حفتك السعادة يا عم أبو الفضل. الله يرفع عليك. مش زي هدول الطبول الثلاثة القاعدين. بتعرف يا سعيد؟ هاي البلد عمره ما راح يكون لها كايمة ولا تشوف الخير طالما المخاتير الثلاثة هدول قاعدين. أبدأ بزلمتنا كبيرنا أبو العطا تويتي أولهم. تويتي؟ آه. وكبيرشم أبو ناصر بباي. واللي هذاك أبو العبد نكار الخشب. يا زلمة متكندين بس وبيعطوا أوامر وإحنا زي الحردين وراهم. وهي قلتها يا عم الفوز ما دامنا منضلنا وراهم. تنسألك هو أنت جامعهم الثلاثة ولا مستثنى يا أبو عطا بما أنك من دار الذكر؟ اسحبها اسحبها اسحبها.
أنا ما عنديش في الحق لومة لائم، أنا حكيت على الثلاث كلهم، فاهم؟ مش هذا خيار وهذا بندورة. إذا هيك أنا ساحبها يا عم أبو الفوز. بس هذه مصلحة، دتشانة، رزقة. بقدرش أقول ببيع هذول وببيعش هذولاك، بعدين بصفي على الحديد يا سعيد. أحسن لك، والله أنا زيك. صحيح عمي أبو ناصر عمي وكبيرنا، بس بعرضه في أي إشي غلط. وليش انا يعني برفع ايدي هيك بس؟ بتشوفنيش لما بيجي ابو عطا تويتي اللي هو كبيرنا بتصه طصه بقدرش افتح تمه؟ هاي على اساسك وسكراتك شلهم على كل حال سجلت المنا. لا شو تسجلهم بدي ادفع يا عم ابو الفوز. اه والله نسيت الجزام في الدار. حتى انت يا برطوطوس. الشعب يريد تغيير الزبائن. اسكت الهمس يا ابو الهرج ولا تكتب يا جماعه. لو سمحت لو سمحتوا يا جماعه عيب عليكم، احنا لسه اليوم اول يوم في البلد وبتعملوا فينا هيك؟ عيب والله يا عمي عيب. لا يا حضره الضابط، العيب على اللي بنتحل شخصيه مش شخصيته، وبحكي حكي من حكاش مش صحيح. تقصدني انا يا ابو عطا؟ تقصدني انا؟ احترم نفسك. انا كبير غصبا عنك، واللي مش عاجبه يدق راسه في الحيط. هي 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 والله، واللي شايف هان وهان، واللي سامع بقول لك فيش في البلد الا ضار الذكر وضربوا فجله، والنسانيس قال النسناس كل نسانيس معدلين حارات شفر اللوز. وبعدين اسمع انت وياه، جد الله يرحمه بكى، هو رئيس المجلس وانا اولى في رئاسة المجلس وبس، والباقي خس. هاي 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 ابو ناصر باباي، وابو العبد نكار الكككككك نكار الخشب مستفردين بتشبيرنا ابو عطا تويتي، والكم اصلا هذه البطيخ الراس هذا اتفصل لعقال المخترة وبس. يا ناس بكفي، وجعتوا لنا راسنا، مشاكلكم الشخصية حلوها بيناتكم. احنا كل اللي بدنا نعمله انه نوعي الناس ونعمل احتفال صغير لافتتاح مركز الشرطة، قسموا بينكم المهام وخلصت راحة. ونعمل كل واحنا دار الذكر كدها، واحنا دار ابو فجلة اول الناس اهلا معلومكم. نسيان الله، احتي يا فريد احتي حلاك. طيب واحنا عائلة النسناس. النسناس ولا شي بيمشي من تحتنا ولا شي بيكمل الا فينا. سلم ثمك، ريتك ما حكيت اظل طلع منك دمه وتحط لك على نيعك. خلص يا جماعة، هي كلمة، دار الذكر بيجيبوا كراسي، ودار ابو فجلة بيجيبوا الضيافة، وبيضل على دار النسناس الزينة. ها الزينة حكي بيمشي بالمرة. بس ابو عطا تصور يا عمي انه ما في فرق بيننا وبين العائلات الثانية، كلنا اولاد تسعة. ولك انا اذا في اشي بده يموتني بهالدنيا هو اني اشوف اي عائلة ثانية سابكيتنا. احنا عائلة دار ابو فجلة، وهذه عائلة عريكة جدا وما في داعي احكي لك عنها. عريكة؟ لهيك احنا لازم نرفع اسم عائلتنا لفوق فوق فوق فوق. اقعد اقعد. أيوة يا عم سعيد، شو سويت لي في تشلمي اللي بدي أحكيها في الاحتفال؟ كتبت لي إياها؟ ولا يا عمي أنا بقدر ما أكتبش لعمي تشلمي. وهي كتبت لك صفيختين كبار بخط كبير، وبدي تقراها منيح علشان ما تفضحش حالك قدام أبو عطا وقدام أبو العبد. أفضح حالي ولك؟ ولك أنا أبو ناصر. يا توفيق توفيق. ايوه جاي عمي ابو ناصر، تشبير البلد حاميها ورعيها. يسعد لي هالطل من الله. اسمع يا توفيق، بدي اياك تتولى مشاريب الحضور في الاحتفال تشليتهم عشان يعرفوا انه عيلة دار ابو فجلة عيلة كريمة، فهم؟ لا يا عمي ابو ناصر، لا، عيلة ابو فجلة طول عمرها كريمة. أيوة. بمعيتك. بس يعني عدم المؤاخذة، مين بدي يدفع لي حق المشاريب؟ باطل باطل يا توفيق باطل،
عيب تحكي مثل هيك حكي يا توفيق، عيب. ولك وين وطنيتك؟ وين انتمائك لعيلة دار ابو فجلة؟ وين يا بوشت؟ اخس اخس يا عيب الشوب. وضروا الواحد يبكي وطني ويعيش فقير؟ بدنا وجاز. هلا والله هلا والله. ايش بدك تمثلك؟ الله ونصر. ايش مالك يا رجل اللي بشوفك هلأ تعبان بقول طالع من حار؟ علي ما علينا اصعب من حار. اقول ليك الحرب الاولى والثانية اهون بلا ما تقع مع الذكر. هدول دار الذكر ولا يبليج ولا دار ابو فجلة. ما انت عارفة بكيت احضر عشان نستقبل الشباب اللي جوا على المركز. وبصفة كبير النسانيس يعني كبير العيلة فلازم يبقى فيه كلمة. عطيت لنجم يعني كتب لي كلمة. نجم نجم؟ نجم المطرب. اعطيني بالله اشوف. هذا يعني ملحن كبير مش معقول ما حفظ. يعني زي تقولي بطرب غنوية ما شاء الله عليه. ول عليه شو هالخص هذا خربيش الجاج. شو شو يعني مش بكفي انه مطرب فاشل كمان بعرفش يكتب؟ مطرب فاشل نجيم طبعا فاشل. اسمع انا بنقلك، انا عندي خبره هاي. ايام الدراسه كنت انا اخطب فيها. ولا انا جبتك من عمان يعني بتفتش البلوشي. اكتب يلا. والطخه يلا يلا اكتب اكتب. بحر بح ولا دشنا من التلفزيون هلكيت خلينا نحضر حالنا. ايوه ايوه تفضلي. ايوه 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 معروفه هذه. ايوه الشعب الكريم. التل بيحكي الشعب الكريم وبخبص فيه. ما هو هيك لازم بالاول. ايوه أيتها أيتها الشعبات الشو الشعبات الكريمات. شعبات؟ أول مرة بسمع فيها الشعبات. تأنيث مفردة الشعب هاي. يعني جمع مذكر مؤنث تكسير. لا لا جمع تكسير. أيتها الشعبات الكريمات. ايوه ايتها الشعبات الكريمات. كريمات مش لي. لا كريمات. ها نحن اليوم ها نحن اليوم. برافو. نفتتح نفتتح بس عمهلك يا وداد. مركز الشرطة مركز الأبي. الشرطة الأبي. ايوه تولي روحك. ايوه الشرطه في بلدنا في بلدنا العظيم العظيم كفر اللوز. كفر اللوز. برافو برافو. وشو بتشتغل يا نجم بهاي البلد؟ انا فنان. انا اصلا صوتي بلبل. صوتي يا الله شو بحبني. العرب ايدول اللي كرهت كفر اللوز والكره المجاوره. معالي العالم. طيب شو مشكلة هالمجلس القروي؟ مجلس القروي والله بدك الصراحة احنا زهقنا لانه هالموضوع لازم ينحسم لواحد من هالروس كبار الثلاث. وانا يا سيدي شايف لك انه عمي ابو العبيد هو الاحق لرئاسة المجلس لانه هيك اكبر واحد في البلد وشواربه برضه كبار زيه. نجم انت قلت انك فنان صح؟ هذا الكلام اللي بتحكيه سياسي. لا يا سيدي مش سياسي. لا سياسي يا زلمة. شو كان هو تتكله سياسي؟ ولا انا لما بحكي سياسي يعني سياسي. احنا اخذنا بالجزائر بالدورة العسكرية عن كل العلوم السياسية يعني انا بفهم اكثر منك بهاي الامور. لما بكون سياسي يعني سياسي غصبا عنك وعن الجميع. حاضر. ما عدا الحكومة طبعا. نجم بدنا تغني لنا اغنية بس تكون للحكومة. احلى اغنية كرمال عيونك وعيون الحكومة. اسمع اسمع. حكومتنا الرشيدة
حكومتنا الراشدة وصفينا على عشو على الله تعود على يا ساكن في رحاب الله. قولك الله يعين الشرطة على هيك شعب. أبو عطا هاي التلمة كتبت لك إياها بدك تتدرب عليها منيح مش تخربش وتفضحنا قدام دار الذكر. أيها الإخوة المواطنون لقد حانت اللحظة الحاسمة ألا وهي كلمة أبو العطا تويت كبيرنا فليتفضل. إخواني السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام. إننا في قريتنا الوفية. الوفية يا أبو عطا الوفية. إننا في قرية كفر اللوزو. أبو عطا اللوزي اللوزي. ولك وبعدين معاك. تفضل أم. بك مش عارف أتدرب منيح. أقولكم أنا مختار خسارة في حيلتكم. ها؟ بسم الله الرحمن الرحيم. نرحب بكم في قرية كفر اللوزي. اللوزي اللوزو. شو؟ يخرب بيتك ولك عيلة أولها أبو عطا واخرها لهذا السلامة بتطير زي الحمامة. توفيق توفيق عيني جاي. ايه عمي ابو ناصر الكبير البلد حاميها ورعيها. اقعد يا توفيق اقعد. هيني قعدت. عيلة الذكر مجتمعين وبدربوا في ابو عطا. نيالك يا ابو عطا في هيج عيلة. اما انا سعيد ابن اخوي كتب لي هالورقة واجى رماها في وجهي وراح. لا لا يا عم ابو ناصر لا. كل رجالك حواليك. ولك وينهم اللي حوالي؟ وينهم اللي حوالي يا توفيق؟ ما فيش غيرك انت. عيلة ابو فجلة راح تصير تحت 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 يا توفيق مش فوق اذا ضلوا على هيك حالة. طول بالك يا عم ابو ناصر عيلة ابو فجلة راح تضلها فوق فوق. خلاص بتشفي. انت شو قاعد بتسوي؟ ما تروح تجهز حالك عشان توزع المشاريب في الاحتفال اللي بده يصير. روح يلا يا توفيق روح الله يخليك روح. طيب مين بده يدفع لي؟ وراك امشي امشي. ماشي يا الكتير. يلا يا عم ابو العابد بدنا نلحق نكون اول الناس. يا الله. كل الشباب نزلوا؟ جميعهم بالاحتفال. والزين ان شاء الله طلعت تبيض الوجه وها مليحة. هاي نجم بيشتغل معهم فيها. عفارم عفارم يا فريد تحيا انت وهالشباب عن جد انتو بترفعوا راس العيلة. كلي يا عم ابو العابد جبت الكلمة اللي بدك تلقيها بالاحتفال. اي كلمة؟ شو اي كلمة؟ الكلمة اللي كتبناها بالصالون كلمة عائلة النسناس يا ابن الناس. فطنتها فطنتها مش طول الليل وانا سهران عليها عشان احفظها عن غيب. حفظتها. ايها الشعب الكريم. الله الله. ايها الشعبات الكريمات. الله. باسم النسانيس في كفر اللوز وانا ابو العبد فريد. نعم يا عم. صدق وتآمن بالله. بكت بدها تفوتني هذه. تأدخل أجيب الكلمة. طول عمرها فايتك يا عم أبو العبد. يلا اتحمل يا فريد مشان عيون شفر اللوز بس. لما هي الغسيل نشف بدي ألمه. فطور. من شان الله بدك شياني. ولك وبعدين فيك يا سلامة شو بتعمل هان قطعت نفسي. جيت احكي لك بدك تنزل احتفال تبع الشرطة. ولك سلامة شو اللي بدك اياه.
جيت احكي لك اني نواعين شفن اذا بتحب تبلين خضراء. اهلا وسهلا بكم في حفل افتتاح مركز شرطة كفر اللوز. والان مع كلمة رئيس مركز شرطة كفر اللوز خريج دورة الجزائر. وين الورقة؟ أهالي قرية كفر اللوز الكرام، لم نأتي إليكم إلا تلبية لنداء الوقت ولخدمتكم. فكما يقال الشرطة في خدمة الشعب، نحن الشرطة وأنتم الشعب. فين دورة الجزائر حميها ورعيها؟ نعدكم ألا تضيع حقوق أحد منكم وأن تعيشوا آمنين مطمئنين، ولهذا نحن هنا. وفي الختام أطلب منكم أن تكونوا لنا عونا على أنفسكم بالالتزام بالقوانين واحترام النظام، ودمتم سالمين. أما الآن مع كلمة رئيس مجلس كفر اللوز. ما شاء الله، شو وقفتوا انتوا؟ شو علاقتكم في المجلس؟ أبو العبد النسناس رئيس المجلس. أنا أبو عطا الذكر، وهذا العكال عكال رئيس مجلس. لا أنت ولا هو، أنا أبو ناصر رئيس مجلس كفر اللوز على سن رضح. أشوف السن تبعك. هات أقول لك بسم الله الرحمن الرحيم. يا أهالي كفر اللوز، يا أهالي كفر اللوز، يا أهالي كفر اللوز. لحظة لحظة، نسانيس وابو فجلة وين رايحين انتو؟ فيش كبير للبلد؟ احكي عنا ابو عطا. وحد الله، والله هذا الضايل دار الدجر ودار النسناس هم اللي يحكموا ويصموا. عمي ابو ناصر كبير البلد حاميها ورعيها. ايوه هم يحكي. شو هالحكي قاعد بسمع فيه؟ فيش حدا بيحكي الا عم ابو العبد. بسم الله الرحمن الرحيم. على ابو عطا الذكر، اكبر عيلي في البلد، واحنا النسانيس أهل الأرض سلها إلنا. يا سلام، وأنا سيدي من 100 سنة كان مختار كفر اللوز. عيب عليكم يا جماعة الخير، إحنا باحتفال. خزتونا قدام أهل البلد، بعدين أنتوا دايما متفقين، على ألا تتفقوا؟ امشي ولا امشي امشي. أنا بدي